الحاجة الوحيدة اللي تغلبت في اهتمام الرأي العام على فيروس كورونا كان التقارير اللي بتصدر والتطورات المرتبطة بقانون التصالح في مخالفات البناء، سواء ما يرتبط بإجراءات التصالح، سواء ما يرتبط بالتخفيضات اللي تم الإعلان عنها من الحكومة من المحافظات على مدى الأيام اللي فاتت. النهاردة كان في رقم مهم، الرقم ده بيقول إنه 6.9 مليار جنيه، يعني تقريبا 7 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء اللي لغاية دلوقتي تم تحصيلها. الرقم ده أعلنه اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وقال إنه خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية اللي بدأت من 15 يوليو اللي فات، دي الحصيلة حتى هذه اللحظة. احنا معنا على التليفون الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ شريف وباهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. 6.9 مليار جنيه، يعني 7 مليار جنيه تقريبا، دول من 15 لغايه النهارده يا فندم، 15 يوليو لغايه النهارده. دول يا فندم دي محصله المرحله الاولى والثانيه. ايوه. وخليني اقول لحضرتك الرقم له دلالات، لكن كمان مهم جدا عدد طلبات التصالح ليه دلالات مهمة جدا. كنت لسه هسأل حضرتك، احنا بتالي عدينا التلت دلوقتي، عندنا مليون وشوية صح؟ يعني مليون ومئة ألف أو أكثر كمان. أيوة. احنا الكلام ده كان لغاية امبارح بالليل، النهاردة طبعا يوم عمل يعني تقريبا انتهى من نص ساعة، لأن احنا مع الوزير اللواء محمود شعراوي تواصل مع السادة المحافظين بحيث يتم عدد ساعات العمل حتى العاشرة مساء، وإذا كان في أي حد في ساحة المركز التكنولوجي أو الحي موجود من قبل عشرة يخليه وتتمم الإجراءات بالنسبة له. ده شق. الشق الثاني المهم جدا اللي احنا بنأكد عليه اللي هو التيسيرات والتسهيلات على أهلنا. أيوه. بحيث أنه في المحافظات المصرية بحيث أن احنا أيام الأجازات هي أيام عمل بالنسبة لنا في المراكز التكنولوجية والأحياء لاستقبال طلبات التصالح، يعني يوم جمعة يوم خميس يوم سبت المراكز مفتوحة والأحياء مفتوحة أيام عشان عمل تتلقى الطلبات. بالضبط يا فندم، أيام عمل منذ الصباح حتى العاشرة مساء. في كمان بالإضافة إلى ذلك فتح يعني مظلات للناس عشان تقعد تحتها، بالإضافة إلى ذلك إقامة شوادر والاستعانة بالمدارس اللي هي قريبة من المراكز التكنولوجية كمان علشان يتم فتحها واستخدامها علشان نقدر يبقى في إتاحة أكبر في المكان والناس تقعد ويبقى في تنظيم لعملية التقدم والطلبة الاستفسارات كذلك الأمر. النهاردة حصل تواصل مع المحافظات لزيادة فرق العمل اللي بتشتغل في تلقي الطلبات وفرق العمل اللي بتشتغل في الإشراف علشان برضو التيسير على الناس وتوجيه الناس بحيث يبقى في إتاحة أكبر ل معنى يا فندم انه مليون ومئة ألف طلب تصالح دول، يعني لما كان رئيس الوزراء بيتكلم على النموذج ثلاثة اللي يوقف كل الإجراءات، ان في مليون مليون طلب تصالح، المليون دول خدوا نموذج ثلاثة؟ مفروض طبعا يا فندم، لانك انت حضرتك بتقدم الاوراق بتاعت حضرتك وبتدفع جديه التصالح وبناء عليه بيستخرج نموذج ثلاثه. لو في اي يعني اجراء قضائي حضرتك بتقدم نموذج ثلاثه بيوقف هذا الاجراء لحين اتمام عمليات التصالح، وحضرتك تاخد الافاده النهائيه اللي بتدل على ان حضرتك العقار بتاع حضرتك متصالح. طيب سؤال اجرائي اذا تفضلت يا فندم عشان الناس برضو بتساله. انا دلوقتي كنت مخالف وقدمت طلب التصالح واتقبل مني الورق ودفعت النسبه مبلغ المقرره لجديه التصالح، معنى ان انا دفعت الفلوس دي انه طلب التصالح بتاعي اتقبل؟ في نقطة على غاية الأهمية حضرتك، وهي إيه؟ حضرتك دلوقتي بعد انقضاء 30/9 هيتنزل اللجان المعينة تعاين على الأرض. أيوة. وبالتالي هتشوف على الطبيعة وتعمل مطابقة، هل الأوراق اللي حضرتك قدمتها مطابقة للواقع ولا مختلفة عنه؟ هل اللي حضرتك قدمته
ينطبق عليه التصالح تكمل التصالح، لا ينطبق عليه التصالح هناك فرق عمل دلوقتي قاعدة لإيجاد الحلول علشان تحل كل هذا الكلام. دي اللي هو بيلجأ بقى للمرحلة بتاعت لجنة التظلمات. بالظبط يا فندم. واذا جينا بصينا للامر كله فندم، بس برضه ده معناه انه كل حاجه واقفه، ما حدش هيقرب له يعني لغايه لما لجنه التظلمات تصدر قرارها. طبعا يا فندم انت معاك نموذج ثلاثه، وبالتالي يعني بنأكد بس عشان ما حدش ياخد الكلام ويقتطعه. بالظبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه.